اهلا وسهلا بالمشاهدين مع اجدد اخبار المسلسلات التركية. وبالبداية وبانفراد مع هذا الخبر الحصري وتحديدا مع الممثل كرم جيم والذي اشتهر في الوطن العربي بفضل مسلسل لا أحد يعلم، حيث أنه كان واحد من أبرز وأهم المسلسلات الصيفية في تاريخ الدراما التركية نظرا لقصة المسلسل المليئة بالأكشن والبعيدة عن قصص المسلسلات الصيفية المستهلكة. أما والآن ولمحبي الممثل كرم جيم، نجمكم المفضل سوف يعود من جديد إلى الشاشة من خلال مسلسل جديد، هذا ما أؤكده لكم. يذكر أن آخر بطولة تلفزيونية للممثل كرم جيم كانت في مسلسل أنا في ورطة، والذي عرض في شهر مارس من العام الماضي، إلا أن المسلسل توقف عند الحلقة الخامسة. المعنى الحقيقي للحب تجده في المسلسلات التركية وليس في المسلسلات الأجنبية. بهذه الكلمات تم وصف الدراما التركية من قبل الكاتبة الأمريكية تيسا بيلي والمختصة بكتابة المؤلفات الرومانسية، ذلك ومن بعد مشاهدتها لعدة مسلسلات تركية، حيث ما أثار دهشتها بأن الدراما التركية تتميز بطرحها للأحداث الرومانسية بشكل صادق ونظيف بين العشاق، ويمكنهم إيصال مشاعر الحب النظيف والصادق بين الشخصين للمشاهد دون الاستعانة بمشاهد مخلة، مضيفة الكاتبة تيسا بأن وما يقومون به أفضل بمليون مرة من نهج مسلسلات نتفليكس التي لا بد وأن تتضمن تلك المشاهد المخلة. بينما في المسلسلات التركية يقدم العاطفة بأجمل صورة، ذلك وأحيانا حتى من دون مشاهد القبولات، كما وأضافت بأن السر في تكوين تلك المشاهد الرومانسية المحترمة وذات المعنى العميق في المسلسلات التركية يكمن في حواراتهم التي تصف الحب بأجمل وأبهى حلة. واستعانت الكاتبة تيسي بمشهد من مسلسل الطائر المبكر أثناء حديثها عن ذلك، والمشهد هو عندما قام جان بمحاولة عرقلة المشتري الأجنبي من شراء رائحة عطر السنام، ذلك وبدفع سعر الدبل لكي تكون رائحة عطر السنام خاصة لجان فقط وليس لملك رجل غريب. ولكن بالطبع الكاتبة اندهشت من ناحية المبالغة في مسلسل الطائر المبكر، حيث كان أغلب وقت طاقم وكالة الدعاية والإعلان في إطار أحداث المسلسل يذهبون للتخييم، وكأنه لا يوجد أعمال كثيرة عليهم القيام بها. مواقع تصوير كذبية وليست حقيقية، هذا هو الملجأ الوحيد الذي تبقى لطاقم مسلسل البراعم الحمراء حتى أن يصدر قرار المحكمة التركية بمعاقبة صناع مسلسل البراعم الحمراء، فيما إذا كانوا يستحقوا العقاب القوي أو لا، ذلك وعلى حسب القضاء التركي، حيث وبحكم عدد الشكاوى التي قدمت ضد المسلسل ومطالبات بمنع عرضه، قامت هيئة الرقابة بمنع عرض المسلسل لمدة أسبوعين، كما وقامت الجهات الحكومية في تركيا بسحب تراخيص التصوير التي تم إعطاؤها لشركة جولد فيلم لتصوير المسلسل بها. ومن بعد السحب ترخيص التصوير من شركة إنتاج مسلسل البراعم الحمراء، لم يعد هنالك أماكن كثيرة بإمكان طاقم المسلسل التصوير بها، ولم يجدوا حل سوى الاستعانة بمدينة التصوير المبنية ببيوتها وشوارعها وكأنها حقيقية، وتلك المنطقة التصويرية تسمى بيكوز كوندورا. وإن تسألتم أي مسلسلات قديمة صورت في تلك المدينة التصويرية المغلقة مثل مسلسل الطائر المبكر وعلى مر الزمان. سنة جديدة وإيقاف مؤقت للمسلسلات، وفي مطلع كل عام تقوم جميع القنوات التركية بإيقاف مؤقت لجميع مسلسلاتها، ليس فقط بسبب إجازة السنة الجديدة بل وأيضا لتغيير أسعار إعلاناتهم مع المعلنين الذين يرغبوا بعرض إعلاناتهم في ساعات بث المسلسلات، ولتحديد أسعار جديدة للمعلنين يجب على بعض القنوات الخاصة إيقاف جميع المسلسلات لكي لا يستفيد المعلن من عرض إعلانه بسعر أقل في العام
من جديد. ولأختصر عليكم، جميع المسلسلات لن تعرض خلال الأسبوع الجاري باستثناء مسلسل الياقوت وصلاح الدين الأيوبي وحجر الأمنيات والحلقة الأخيرة من مسلسل من يقع بنفسه لا يبكي ومسلسل الشوارع الخلفية وطيور النار وجبل جنول وشخص آخر والمنظمة والسلة المتسخة والنجوم بعيد عني والحلقة الأولى من المسلسل الجديد عدو الحب والتي سوف تعرض في اليوم الرابع من شهر يناير الجاري. هذه المسلسلات التي سوف تعرض فقط خلال هذا الأسبوع، أما بقية المسلسلات لن تعرض. المسلسلات التركية تشكل تهديداً على هيئة الاتصالات الروسية. تعتبر روسيا من أكثر الدول التي تمتلك أكثر عدد من منصات المشاهدة حسب الطلب، أو كما تعرف بال VOD، أو بمعنى آخر على الصعيد العربي مثل منصة شاهد. هنالك الكثير من المنصات المماثلة لمنصة الشاهد في روسيا، والأسباب كثيرة، منها مثلاً المنافسة بين المنصات، وأيضاً أحد الأسباب هو الحفاظ على حقوق المحتوى التلفزيوني وتجنب انتهاك حقوق النشر تحت مظلة تلك المنصات القانونية. ولكن شعبية المسلسلات التركية في روسيا جعلت من حماية المحتوى التركي أمر صعب، حيث أصبح عدد مواقع المشاهدة المباشرة المجانية والغير قانونية للمسلسلات التركية يفوق عدد المنصات القانونية، حيث أعلنت هيئة الاتصالات بأنه وتقريبا عدد المواقع الغير قانونية لمشاهدة المسلسلات التركية التي أغلقوها خلال عام 2023 وصل إلى 2,700,000 موقع. بل وهنالك غضب كبير من أصحاب المنصات الروسية حول المسلسلات التركية التي يتم قرصنتها وتقديمها على المواقع الغير قانونية، وطلب أصحاب تلك المنصات من هيئة الاتصالات الروسية أخذ التدابير اللازمة. ومبدئيا قامت هيئة الاتصالات الروسية وتلقائيا بحجب أي نتائج بحث من جوجل توجه المتصفح إلى تلك المواقع الغير قانونية التي تقرصن المسلسلات التركية حفاظا على حقوق النشر، أي أن محرك البحث جوجل لن يظهر من بين النتائج تلك المواقع الغير قانونية. وللتذكير، وفي سنة 2022 قامت جميع القنوات الروسية بحذف المحتوى الأمريكي واستبداله بالمحتوى التركي نظرا لموقف روسيا مع أمريكا، وهذا رفع من نسبة واهتمام الروس بالمسلسلات التركية أكثر مقارنة بالأعوام الماضية، حيث المسلسل التركي الوحيد الذي حظي بشعبية خيالية وواسعة في روسيا هو مسلسل حب أعمى. أما الآن هنالك الكثير من المسلسلات التركية التي تحظى على اهتمام الروس، وهو ما تسبب بزيادة مواقع القرصنة للمسلسلات التركية. نشر مؤخرا أخبار تفيد بأن مسلسل الياقوت سوف يتم إيقافه نظرا لأن نسبة مشاهدة المسلسل في تراجع، ذلك وفي آخر حلقات بثت. ولكن صحة هذه الأخبار ليست صحيحة، حيث أن التراجع الذي شهده المسلسل في آخر حلقات لا يؤثر عليه، والمسلسل مستمر.